أهلا وسهلا فيكم من جديد، وصباحكم مسك. وبعد هذه الجولة في الأخبار وجولتنا في تعليقاتكم الصباحية الجميلة، أيضا نرحب بضيفنا العزيز الدكتور رجب عبد الوهاب، ونتحدث معه شيئا عن الملتقى الثقافي العربي التركي وأدب الطفل في المهجر. يسعد صباحك دكتور رجب. صباح الفل عليك وعليكم السلام. حياكم الله، نورتمونا وصباحكم مسك. أستاذ أكرمكم الله. حياكم الله حياكم الله. الملتقى الثقافي العربي التركي، ممكن لو تحدثنا عن هذا الملتقى، كيف نشأت فكرته، ما هي فكرته أولا وكيف تم تأسيسه؟ يعني نحن مع سعينا منذ زمنية ليست بعيدة بتأسيس هذا المنتدى، والحقيقة أنني رسمنا خطا نسير فيه وهو الفرق الثقافي بين الثقافتين العربية والتركية، لأن هذا المنتدى أنا في رأيي الشخصي مع زملائنا الذين آمنوا بهذه الفكرة نؤمن أن أكثر ما يوحد الشعوب هو الثقافة، والمشترك بين العرب والأفريقيين كثير، فنحن قلنا لماذا لا نحاول أن نثير القضايا الثقافية المشتركة بين الشعبين، لأن هذا يجمع خصوصا في ظل الأوضاع التي تعرفونها حضراتكم، ونحن يعني تكون خطوة هذا المنتدى، نرى فيه خطوة إن شاء الله إلى توحيد المشترك وإظهار المشترك بيننا وبين الأفراد. جميل جدا دكتور رجب. إذا منطلق الملتقى من فكرة أن الثقافة هي قد تكون أكثر من يوحد ويقرب الشعوب ويكون جسر للتواصل بينها، وكما قلت يعني يكون سد في وجه كثير من مظاهر العنصرية وغير ذلك. ما هي نماذج هذه النشاطات والفعاليات التي تم يعني إقامتها في هذا السياق؟ يعني نحن من حضرتك منذ قليل اخترنا قضايا المجتمع، يعني مثلا من القضايا المشتركه التي اخذناها لسه كان عندنا مبنى بعنوان الادب العربي بعيون التركيه، كيف يتلقى الافراد كيف تلقى الافراد قديما حديثا الادب العربي، وأضفنا أستاذين كبيرين من الأدب العربي من الأطراف، طبعا اكتشفنا أن الأدب العربي متغلغل في الثقافة التركية قديما وحديثا، يعني وفي هذه اللجنة طبعا الحمد لله كان الحضور مكثف وكثيف، يعني فهذا شجعنا أن نستمر أن نسير مثل هذه الخطوات. طيب دكتور، يعني هل هناك يعني هل نعم من الفعاليات الأخرى التي تمت مؤخرا بين الاثنين الماضي كانت ندوة الأدب أو أدب الطفل في المدن، وهي أيضا قضية تخصني نشترك فيها أو تشترك فيها في الثقافة العربية أو مما يدخل الفكر العربي واستضفنا أستاذة. تفضل أستاذ. كنت أريد أن أسأل عن يعني خلينا نقول من هي الفئات التي وجدتم أنها متفاعلة بشكل كبير مع هذه الفعاليات كحضورا واهتماما وأقبالا؟ يعني أنت ذكرت بداية أن هناك فعالية، هناك ندوة عن الثقافة العربية أو عند أو الأدب العربي عند بعيون تركيا، وأيضا ثقافة أدب الطفل في المهجر كانت الأسبوع الماضي حسب ما فهمت منك. من وجدتم يعني كيف كان الأقبال، ومن الفئات الأكثر اهتماما بهذا النمط من الفعاليات؟ الحقيقة دكتور أحمد أنا أصلا نفاجأ بالفئات التي تأتي لحضور مثل هذه،
لأننا ظننا في البداية أن مثل هذه القضايا الثقافية تشغل فكر المستخدمين بها على نحو خاص من كاتب الباحثين من الفئة المهتمة بالثقافة أو يعني بشكل محدد من فئة المجتمع، لكن وجدنا أن كثير من أناس مثلنا لا نظن أن هذه القضايا تشغل فكرهم يأتون إلى مجتمعنا ويحضرون بشكل مستمر ويشدون على أيديهم ويقولون لا تكمل هذه القضايا مهمة عليكم أن تستمروا. فالحمد لله يعني هذا يستجعب أن نستمر. طيب دكتور رجب، يعني هذه الفعاليات عادة أين تقام؟ من يعني من يقوم برعاية وتنظيم هذه الفعاليات؟ نحن بين وبين العلم والإنسان تعاون، هم يعني يتبنون الفكرة معنا، والحقيقة أنهم لا يقصرون فيما نحتاج إليه. نوفر لنا القاعة يكرمون الضيوف يرعون هذا المكان. جميل جدا دكتور رجب، نشكرهم يعني شكرا جزيلا. أكيد أكيد، جميل بالتأكيد، ونحن نوجه بالشكر لأي مؤسسة أو وقف أو جمعية تدعم أي نشاط خلينا نقول ثقافي أو علمي أو مجتمعي. أستاذ دكتور رجب، إذا فعالية الماضية كانت عن أدب الطفل في المهجر، أدب الطفل في المهجر، نعم. أدب الطفل بدون مهجر وهو أدب يعني يكاد يكون قليل الحظ و مساحات الاهتمام به قليلة، فما بالنا في المهجر؟ ما هي يعني لو هيك، لو أنه بشكل موجز، ما هي فعلا التحديات التي يواجهها أدب الطفل في المهجر؟ والله يا أستاذ الكريم، سألت سؤالا لا شجون، يعني من حقيقة أدب الطفل العربي بشكل عام حاله مؤسف إبداعاً ونقداً ونشراً، ومشكلات كثيرة جداً تم إثارتها في ندوتنا يوم الاثنين الماضي، منها مثلاً مسألة النشر. هذه القضية يعني صعبة جداً، لأن هناك إشكالية بين المبدع والناشر، لأن المبدع دائما يحتاج من يرعاه عمليا. طيب اذا جئنا عند دور النشر، تتعامل مع المساله على انها اختبار. مثلا في ظل العولمه التي نعيش فيها، الطفل يعني الكتاب الورقي يحتاج الى تطوير، ايضا نحتاج الى تفكير خارج صندوق الكواكب مثل التقدم التقني الموجود. هذه قضايا كبيرة جدا تحتاج إلى من يسعى إلى حلها. على الجانب الآخر، إذا نحن إلى التلقي أو الوعي النفسي بأدب الأطفال، نفاجأ أننا أصلا لا حرص، تكاد تكون أنه يمكن أن نقول أنه لا يوجد حركة حول أدب الأطفال تأتي في يد المطور تبين له عمليات الكتابة الإبداعية للأطفال. فكل ما أنتج حول أدب الأطفال من نقد هي أغلبها كتب عامة في التخصص، يعني فقط تتناول الخط، لا يكون الكلام حول التاريخ للأطفال وأهم المؤلفين الذين كتبوا للأطفال. لكن أن نقول أن هناك مراسلة مثلية متخصصة تقوم على تكميل المستوى الإبداعي المقدم للأطفال، تكاد تكون الساحة النقدية فارغة من مثل هذا.
طب دكتور، يعني في الندوة التي ذكرتم والآن في النقاط التي تفضلت فيها أمام هذه المعوقات التي يواجهها أدب الطفل في المهجر، يعني أنتم خلينا نقول في هذه الندوة سلطتم الضوء على هذه المعوقات، هل من خطوات عملية ممكن أن تنبثق من مثل هذه الندوة لمحاولة خلينا نقول تطوير وتعزيز أدب الأطفال؟ يعني هل من خطوات لاحقة قد تكون على خارطة الطريق؟ يعني إذا كان الشباب فيما يقع على عاتق من كلا الثقافتين عرب وترك، فإننا إن شاء الله سنعيد مرة أخرى إثارة القضية، ربما في ندوات ليس في ندوة واحدة. يعني إذا كانت ندوتنا الماضية كان عينها على الإشكالات التي تعود تطوير أدب الطفل العربي سواء كان في بلاد العربية أو في المهاجر، فإن شاء الله سيكون في يعني في ندوات أخرى يسلط الضوء على ما يمكن أن يقدم من حلول لتطوير هذا الأدب، لأن تكلم من السادة المشاهدين الطفل هو رجل المستقبل، إذا أهملناه فلا المستقبل لنا جميعا. بالتأكيد، يعني الطفل هو المستقبل وهو عنوان هذه المرحلة. أعود إلى موضوع الملتقى الثقافي العربي والفعاليات التي تقومون بها، هل هناك ما هو يعني قد يقول البعض أنه مجرد وجود ندوات أو محاضرات كثيرا ما تكون نخبوية ومنحصرة بأثرها الآني، يعني بمن حضرها، هل هناك من إنتاجات أو فعاليات قد تكون خلينا نقول عابرة للزمن، عابرة لزمن الندوة التي تنتهي بانتهاء وقتها، إنتاج باشات معينة تكون على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة على الشاشات بحيث أن تساهم فعلا في تعزيز هذا التواصل العربي التركي ثقافيا؟ هذا ما خططنا له بالفعل الكريم، ألا يكون عملنا عمليا مرتبطا بوقت ثم ينتهي الأمر. نحن بداية من القنوات على يوتيوب نسجل هذه الندوات بشكل مستمر ومنتظم، نرفع إلى قناتنا بعد ذلك إن شاء الله، أيضا نفكر بعد ذلك أن تكون ندواتنا المباشر في لحظة إقامتها، نفكر أيضا إن شاء الله أن يتصاب أكثر من بعد ذلك ونؤسس فورا ونجمع هذه الأعمال لهذه الاجتهادات استطاعتها ولتكون حتى ما يقدم من اشكالات وما يقدم من حلول، وكل هذه الجهود لا تميل ابدا وتطرح امام اصحاب القرار ومن يريد ان يسهم في الخروج في هذه الحلول. بالتأكيد، يعني طبعا لا نحمل يعني هذه المبادرات لا تتحمل مسؤولية تغيير واقع، وإنما كما ذكرت هي تسلط الضوء وعلى المشكلة، تقدم بعض الحلول، تقترح بعض الحلول، وهذا ما يحتاج إلى تضافر أي جهة أو مؤسسة سواء كانت جهة حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني كذلك. طبعا نحن أيضا إلى يعني استقطاب تقييمات لها أيضا ذات صلة أو لها يعني ذات صلة أو ذات تأثير في المجتمع، خصوصا المجتمع التركي والمجتمع العربي، يعني مثل هذه الشخصيات ممكن أيضا أن تسهم معنا في نهدف. بالتأكيد دكتور رجب، سعداء أنه يعني نثمن هذه الجهود ونبارك هذه الجهود، لأي جهد ممكن فعلا أن يساهم في تعزيز هذه العلاقة العربية التركية، كل من وجهة نظره أو كل من حسب الميدان الذي يعمل فيه كما تفضلت الثقافة. مرة أخرى دكتور رجب نشكرك على وجودك معنا في صباحك مسك. شكرا لحضرتك يا دكتور أحمد، حياكم الله. وهكذا أحبائي المتابعين نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.